أنا الآن موجود في مركز محمد بن راشد للفضاء هنا في إمارة دبي. سوف نتعرف في هذا التقرير لفورتك على أول قمر صناعي تم هندسته وصناعته من قبل مهندسين إماراتيين، سوف يغادر الأرض في عام 2018. ضيفنا في هذه الحلقة هو خليفة سات. عامر، بداية أعطنا لمحة عامة وفكرة شاملة عن خليفة سات. خليفة سات قمر اصطناعي يعتبر في يعني في فئة الأقمار المتوسطة الحجم. هو حاليا يعني تقديرات الأخيرة وزنه وصل إلى 330 كيلوغرام. قمر تصوير، قمر فيه كاميرا أساسية توفر صور، وفي العديد من الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية اللي تعمل في سبيل يعني الوصول لغرض العمليات التصوير. بالتأكيد خليفة سات اجتاز العديد من المراحل ويحتاج إلى المزيد من يعني التحضيرات، في أي مرحلة هو الآن؟ برنامج خليفة سات يشمل عدة أنظمة. أولاً هو نظام القمر الاصطناعي هذا، وعندنا نظام المحطة الأرضية، وعندنا نظام الإطلاق. بالنسبة للقمر نفسه احنا عندنا جزئيتين. الجزئية الأولى هي نسميها احنا النموذج التجريبي للقمر، engineering model، وهذا هو اللي واضح أمامنا هنا. هذا engineering model نعمله في المرحلة الأولى، نتأكد من سلامة جميع التصاميم اللي موجودة في القمر وفاعليتها مع بعضها في إنجاز المهمة الرسمية. ذكرت بأن المرحلة التجريبية تشمل مراحل وجوانب مختلفة، وبالطبع الظروف المناخية في الفضاء تختلف عن الأرض. كيف يمكن التأكد من أن جزء أو تقنية ما تم نجاح اختبارها على الأرض ستعمل بكفاءة وبنجاح في الفضاء؟ بالضبط كما راح يكون القمر في الفضاء، لا يوجد هواء، هناك إشعاعات، درجات الحرارة ترتفع إلى تقريباً 100 درجة مئوية وتنزل إلى في بعض الحالات إلى سالب 40 سالب 50 درجة مئوية، ونقوم بجميع العمليات في للقمر في مثل هذه العوامل. المهمة الرئيسية لخليفة سات هي التقاط صور للأرض. ما هي دقة الصور المتوقع أن يحصل عليها القمر الصناعي؟ قمر خليفة سات راح يوفر صور بدقة 0.7 متر، بما معناه أن كل وحدة صورة صغيرة مصغرة بيكسل راح تمثل 0.7 متر على الأرض. هل هذا يعتبر يعني شيء جيد متطور؟ بالنسبة للصور الأقمار الصناعية الوصول لمثل هذه الدقة يعتبر إنجاز في فئة هذا القمر. دولة الإمارات أطلقت دبي سات 1 ودبي سات 2، والآن هي بصدد إطلاق خليفة سات. كيف يختلف دوران خليفة سات مقارنة بالأقمار الصناعية الأخرى؟ القمر ميزته يعني بالمقارنة بالأقمار السابقة لمركز محمد بن راشد للفضاء أنه راح يمر بتوقيت مختلف. التوقيت المختلف يسمح للمستخدمين الحصول على الصور الفضائية في توقيت مختلف. في بعض الفعاليات أو بعض الأشياء اللي نراقبها على الأرض يتم مراقبتها في الصباح في الفترة الصباحية، وفي بعضها في المتر المسائي في الفترة المسائية. خليفة سات راح يغطي الفترة المسائية لما يكون في أي فعاليات أو اختلاف أو عمليات تحصل على في الأرض، خليفة سات راح يتابعها إن شاء الله. عامر، ربما أنا وكثيرون لسنا خبراء في مجال الفضاء لكن نحب علم الفضاء، ربما ما أفهمه من هذا الشكل هو أسلاك كثيرة، قطع، بطاريات، وربما مرايا، لست أعرف. أريد منك أن تشرح لي وللمشاهدين ببساطة ماذا يوجد أمامنا. مثل ما ذكرت احنا عندنا الكثير من الألواح الإلكترونية والقطع الإلكترونية. كرقم في القمر خليفة سات هناك أكثر من 100 لوحة إلكترونية، وأيضاً هناك أكثر من 1000 قطعة ميكانيكية. إذا بدخل في بعض التفاصيل ممكن نتكلم عن هذه القطعة. هذه القطعة تمثل حساسات لسرعة دوران القمر. الميزة في هذه القطعة اللي تستخدم في قمر خليفة سات، أحد أهم ميزاتها أنها هي نسبة الخطأ فيها 0.01 درجة بعد ساعة. ماذا يعني ذلك؟ إذا القمر بلغة بسيطة استمر في الدوران بعد ساعة، سرعة الدوران هذه
نسبة الخطأ فيها اللي نحن تكون معلوماتها ناتجة من هذا الجهاز هي 0.01 درجة. القمر الصناعي خليفة سات فيه 4 ألواح شمسية، كل واحد بعرض متر وطول متر. هذه الألواح الشمسية تنتج 1 كيلووات. طبعا يتم استخدام هذه الطاقة في القمر الصناعي، وأيضا يتم تخزينها في بطاريات القمر الصناعي. بطاريات القمر الصناعي حاليا في خليفة سات هي هذه معانا هنا، هذه من نوعية ليثيوم آيون باتريز، تخزن حوالي 44 أمبير آور. في حالة وجود القمر خلف الأرض، ما يعني عدم وجود أي إشعاعات من الشمس، يتم استخدام الطاقة المخزنة في البطاريات لتوفير الطاقة لجميع الأنظمة في القمر الصناعي. القمر فيه 10 حساسات للمكان وأيضا لطريقة توجيه القمر، أو حاليا وجهة القمر نفسه. عندنا مثل هذه الإلكترونيات، واثنين منهم هم جي بي اس ريسيفرز. احنا نستخدم شبكة الجي بي اس العالمية في تحديد مكان القمر. هذا الجي بي اس يعمل تماما كما تعمل أنظمة الجي بي اس في السيارات على الأرض، نفس النظام تعمل على الفضاء، ولكن مثل ما ذكرنا في السابق، لو تتخيل سرعة الإنسان على الأرض في السيارة في الطيارة توصل يعني في أفضل الحالات، نوعية الجي بي اس ريسيفر اللي موجود في القمر تختلف تماما، ولازم تتماشى مع سرعة القمر في الفضاء اللي توصل إلى 7 كيلومتر في الثانية. يعني هل يتم سماع نفس المسج اتجه يمين ويسار، وخلف هذه النجمة يوجد شيء معين؟ هذا بالضبط اللي يحصل في القمر، جميع العمليات تتم بطريقة أوتوماتيكية. من أين ستكون عملية الإطلاق؟ منطقة الإطلاق راح تكون في اليابان في محطة تانيغاشيما. لكن لماذا لم يطلق من الإمارات؟ تتخيل أنت تتعمل على قمر سنتين ثلاث وأربع ونستثمر فيه الملايين، عملية الإطلاق نفسها تكون بس فقط في 15 دقيقة. هاي ال 15 دقيقة من حياة القمر بالكامل ممكن تؤدي إلى النجاح أو الفشل. تقنية الإطلاق حاليا مش موجودة في منطقة العربية، في المنطقة العربية، وإحنا اتخذنا وافقنا على التعامل مع الشركة اليابانية لأنها من أفضل الشركات في العالم في الإطلاق، ومن أفضل الشركات في التعامل معنا وفي تسهيل عمليات الإطلاق لنا. هنا يوجد لدينا نموذج واحد لواحد للقمر الفعلي اللي راح إن شاء الله يطلق للفضاء. هذا النموذج نحن نسميه الهيكل الميكانيكي للقمر. نروح نشوف فيه الألواح الشمسية في الجهتين، اثنان هنا واثنان هناك. نروح نشوف فيه أماكن الحساسات المختلفة على القمر. هذه الكاميرا. وهذه هي الكاميرا. عامر، شكرا على كل هذه المعلومات، ويعني والسماح لنا بدخول هذه الغرفة النظيفة والحساسة جدا. شكرا لك. شكرا. حياكم الله. إذن خليفة سات ربما سيكون واحد من الآلاف من الأقمار الصناعية التي ستدور حول الأرض، لكنه سيكون الوحيد الذي يحمل توقيع وبصمة مهندسين ومبتكرين إماراتيين عملوا جاهدين على نجاح هذا المشروع.